الاونلاين هي تسجيل الدروس عن طريق فيديوهات. طبعا هون خصصنا لكل مدرس الاحتياجات اللي هو بحاجه لها، المستلزمات. الطلاب اللي ما عندهم موبايلات مثلا حتى يصلهم الدروس بشكل يومي، عم يتم الاستعانه بموبايلات الغير. مثلا الطالب اللي عنده موبايل عم بيوصل موبايله للطالب اللي ما عنده لحتى هو كمان يستفاد من الدرس ويشارك معه. التدريس عن طريق الهاتف هو صالح لمرحلتين، يعني اولا الولد ما بينحرم من الدراسه، يعني نحن فتره الثوره انحرموا كثير مرحله من الدراسه راحت علينا، وثانيا انه الطلعه والفوته مشان الكورونا، يعني هاي مرحله كثير كويسه. ممتازه، احنا عم نعطي مادتين هي اللغه العربيه والرياضيات، مده الدرس تقريبا نتيجة لعملية التحميل وظروف النت، احنا عم نختصر هي تكون اقصر مدة بمعلومات اساسية